ميت السلامة بالكل. بفيديو اليوم تنعمل مع بعض وصفة محببة كتير بمنطقتي وما هي منطقة الجزيرة السورية. الأكل اسمه إيتش أو المعروف عليها كمان سلطة الأرمنية أو سلطة البرغل. إذا أنتم جاهزين يلا نبلش مع بعض. بالبداية نحضر الصوص بالطنجرة. نحن بحاجة لنص كوب من الزيت النباتي، وبس يحمى الزيت تنضيف 3 حبات بصل مفرومين ناعم كتير، وتقريبا 4 سنون توم مهروسين، تقدروا تحطوا أكتر كمان، وحبتين فلفلة خضرة مفرومين كمان ناعم، طبعا الحد اختياري. ورح نحرك البصل والثوم والفلفلة شوي حتى يتقلوا ويدبلوا. وتنضيف 500 جرام من البندورة المهروسة. مثل ما عم تشوفوا هون عندي أنا علبة هي جاهزة، وإذا مو متوفرة عندكم تقدروا تضيفوا 4 معالق كبار من معجون البندورة أو مي البندورة مع كوبين من المي. طبعا مثل أي نبات ممنوع نكب العلبة هيك، لازم نستغلها حتى الرمق الأخير، نعبيها مي ونخضها شوي ونرجع نفضيها بالطنجرة. وتنضيف معلقتين كبار من المحمرة أو دبس الفلفلة، مثل ما حكينا دايما الحد هو اختياري. راح نحرك شوي المكونات حتى المحمرة تدوب. وهلأ تنضيف التوابل، عنا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات، اللي ما عنده يقدر يستعمل بهار أسود طبعا، ومعلقة صغيرة من الكمون المطحون، ومعلقتين صغار من الملح، ورشة منيحة من جوزة الطيب. إذا تحبوا تشتروا من نفس المبشرة تبع جوزة الطيب اللي استعملت، أحط لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. ونحرك المكونات منيح مع بعض. هون إذا حسيت إن اللون فاتح تقدروا تضيفوا كمان مي بندورة عادي كتير. الصوص عندي كان هون شوي سميك فضفته شوية مي. وهلا نخليهن يغلوا لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة. وبهالأثناء نحضر البرغل. بدنا 4 أكواب من البرغل الناعم. هو البرغل هاد استعملته لكل الوصفات الكبة. إذا ما شفتن الفيديوهات تقدروا ترجعوا على القناة وتشوفوا كل الفيديوهات القديمة. وهلا تنضيف الصوص الحار على البرغل حتى البرغل يتشتش ويلين معنا. نحرك المكونات كلها منيح مع البرغل حتى البرغل يشرب المي. وهلا نغطي البرغل ونخليه لمدة ساعة حتى يبرد ويلين البرغل معنا. Many hours later. وهي النتيجة بعد ساعة. رح نحرك البرغل ونفركه بإيدنا حتى شوي يبرد. وهون عندي الجات كان صغير فنقلته البرغل على جات أكبر. وهلا تضيف البقدونس تقريبا باقة صغيرة كمان مفرومة ناعم ومغسولة، وتقريبا 4 حبات بصل أخضر كمان مفرومين. وهلا نخربط المكونات مع بعض. أهم شي بوصفة الإيتش ما رح نعجن البرغل، نحن رح نخربطه بس، يعني رح تكون سلطة كله رح يكون مفرفت. بعدين رح نضيف تقريبا نص كوب من زيت الزيتون، ورح نستمر بخربطة كل المكونات مع بعض. وهلا الوقت المفضل عند الكل. بعرف كتير من رفقاتي كان يتمنى يكونوا معي بهاللحظة، بس أنا آسفة وأعتذر عن قساوة المشهد. المكونات كلها تمام وهي النتيجة النهائية. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من لايك والتعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأهم شي مشاركة الفيديو مع أهلكم ورفقاتكم حتى يجربوا هن كمان هالوصفة. شكرا على المتابعة. روابط القنوات تشوفون تحت بصندوق الوصف. وباي باي.